السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب 241 الله يعطيكم العافية. الآن راح أكون معكم مع فيديو رقم 6 بعنوان Building Subspaces. نتمنى قبل ما تدرس هذا الفيديو تكون تراجع فيديو رقم 5 اللي كان يحكي جزء منه عن مفهوم Subspaces. أولا راح نتعامل مع Intersection of Subspaces. Let U and W be subspaces of a vector space V. Then U تقاطع W is also a subspace of V. The proof. تذكر من خطوات السبسبيس أول إشي إنه يكون non-empty. حكينا أفضل إشي تفحص non-empty تتعامل مع الزيرو. فواحد as U and W are subspaces of V, we have zero in U and zero in big W. Hence the zero vector will be in U in تقاطع W. الجزء الثاني كنا مقسمينها قسمين تتذكروا، انه اذا كان V1 V2 تنتمي لل W فال V1 زائد V2 تنتمي لل W، واذا كان ثابت K في R وال U in W then KU تنتمي لل W. هون راح اتعامل بهذا المبدأ، انه for all K1 K2 in R and V1 V2 in U تقاطع W، فبدي اثبت انه K1 V1 زائد K2 V2 تنتمي لليو. فهون بكون ضميت الحالتين اللي حكينا عنهم المرة الماضية. الحالة الأولى خذ K1 واحد و K2 واحد ف V1 زائد V2 تنتمي لليو أثبتناها. الحالة الثانية خذ K1 واحد و K2 زيرو فأثبتنا أنه سوري خذ K1 بشكل عام وال K2 صفر فمعناته K1 V1 تنتمي لليو. فبهذه الحالة بكون برهنت النقطتين. مرة ثانية let K1 K2 تنتمي in R and V1 and V2 belong to the intersection of U and W. Since U and W are subspaces, we have K1 V1 زائد K2 V2 belongs to U and belongs to W. بأنهم موجودين في U، موجودين في W، فموجودين في التقاطع. More general, we have the following theorem. If W1, W2, حتى W and B R subspaces, آسف هنا R subspaces of a vector space V, then W1 تقاطع W2 تقاطع حتى تقاطع W N is a subspace of V. برهان هذه النظرية نفس البرهان في حالة اثنين، ولكن بتعملها في حالة من غاية W1 إلى W N كهومورك بسيط. الآن سؤال منطقي، إذا التقاطع of two subspaces is subspace، هل الاتحاد of two subspaces بالضروري يكون subspace؟ فهذا المثال proof or disproof. If U and W are subspaces of a vector space V, then U اتحاد W is a subspace of V. حقيقة الجواب false، لذلك نحتاج بمثال يثبت إنه هذا الجملة مش خاطئة. خذ U تساوي مجموعة الـ x فاصل صفر الـ x in R، هاي subset من R2، فعلياً بتحوي x axis، x axis، and W تساوي مجموعة صفر و y بحيث y تنتمي لـ R، هذه بتحوي الـ y axis. سهل تثبت إنه الـ U and W are subspaces of R2 زي بالطريقة اللي أثبتناها في المحاضرة الماضية كهومورك بسيط. لكن في حالة الـ U اتحاد W فعلياً راح تكون مش subspace. فمثلا الواحد وصفر تنتمي للاتحاد لأنها موجودة في اليو، صفر وواحد تنتمي في الاتحاد لأنها موجودة في اليو، لكن واحد وصفر فاصل صفر وواحد تساوي واحد فاصل واحد اللي هي لا تنتمي للاتحاد. فهذا مثال بيوضح انه union of two subspaces need not to be a subspace. جزء آخر، مثال آخر ل building subspaces هو solution space. Recall that the solutions of homogeneous linear system AX equals 0 of m equations and n unknowns can be viewed as vector in Rn. كنا نعتبرهم، نقدر نعتبرهم كعنصر في Rn. نعم هي مصفوفة n في واحد، بس نقدر نعتبرهم في عنصر في Rn. Theorem، وهذه معلومة سابقة مكررة. Theorem let A be an m by n matrix and W be the solution set of a homogeneous system AX equals 0. That is, W consists of all X in Rn such that AX equals 0. Then W is a subspace of Rn. البرهان
أول شيء الزيرو فيكتور إن دبليو بيكوز عوض الزيرو هون A في زيرو تساوي الزيرو فيكتور. لاحظ الزيرو فيكتور هون حجمه N by 1 هون حجمه M by 1. الجزء الآخر نفس الطريقة let B1 B2 in Rn and K1 K2 in R. فنحاول نثبت انه K1 B1 زائد K2 B2 تنتمي للدبليو، معناها انه A في K1 B1 زائد K2 B2 تساوي 0. خلينا نشوف A افتح قوس K1 V1 زائد K2 B2 تساوي الضرب المصفوفات بتوزع على الجمع A في K1 V1 زائد A في K2 B2. خصائص المصفوفات موجودة في chapter 1 انه بتقدر تحرك الثابت برا، بصير K1 في A B1 زائد K2 في A B2. هلا A B1 V1 انا اسف هنا V1 ليست تنتمي الى Rn، المقصود فيها V1 تنتمي الى Big W، صلحوها هون، هاي B1 B2 تنتمي الى Big W. ف A V1 تساوي 0 فيكتور، A B2 تساوي 0 فيكتور، 0 فيكتور زائد 0 فيكتور تساوي 0 فيكتور، فهذا يتضمن K B1 زائد K2 B2 تنتمي ل Big W. ملاحظة the subspace given in the theorem above it is called the null space of A. فالطلاب لما تقولوا رجاء انه صلح انه B1 و B2 هنا تنتمي الى Big W. linear space let B be a vector space over R. A vector V in big V is a linear combination of vector vectors V1, V2 and VR in V if there exist scalars K1, K2, KR such that V تساوي K1, V1 زائد K2, V2 حتى KR, VR. يعني بيقول V هي linear combination من V1, V2 و VR إذا نقدر نكتبها بهذا الشكل. مثال the polynomial g of x تساوي 2 زائد x ناقص 2 x تربيع زائد 3 x تكعيب is a linear combination of 1 x x تربيع x تكعيب in P3. ذكروا في الفيديو السابق P3 هي subspace يعني vector space، والواحد والx والx تربيع وx تكعيب هي polynomials في P3. هذا البولينوميال هو linear combination من هذول البولينوميال. ليش؟ لأنه الـ gx هي عبارة عن 2 في 1 زائد 1 في x زائد ناقص 2 في x تربيع زائد 3 في x تكعيب مثل ما هو موجود. In general every polynomial px تساوي a0 زائد a1x زائد a2x تربيع زائد a3x تكعيب and p3 هو linear combination من الواحد والx والx تربيع x تكعيب. ليش؟ لأنه px نقدر نكتبه a0 في 1 زائد a1 في x زائد A2 في X تربيع زائد A3 في X تكعيب بناء من التعريف اللي ذكرناه قبل. مثال آخر show that V تساوي 9 2 7 is a linear combination of V1 V2 in R3 بهذا الشكل لكن W is not. أنا رح أبرهن V بحالة الأول الأولى إنه V هي linear combination V1 و V2، و as a comment بدي أبرهن أنه W ليست linear combination من V1 و V2. We must find K1 K2 in R such that K1 V1 زائد K2 V2 تساوي V. That is معناها خذ ال V عبارة عن 9 2 7 تساوي K1 في V1 اللي هي 1 2 سالب 1 زائد K2 في 6 4 2. لاحظ هون حيصير عندي system من اللينير كويري او هذا بنقدر نكتبه بهذا الشكل قبل السيستم 9 2 7 تساوي k1 زائد 6 k2 فاصله 2 k1 زائد 4 k2 فاصله ناقص k1 زائد 2 k2. هذا اللي هون بنقدر نكتبه بشكل عندي سيستم من 3 equations ومتغيرين اللي هو السيستم k1 زائد 6 k2 تساوي 9 2 k1 زائد 4 k2 تساوي 2 سالب K1 زائد 2 K2 تساوي 7. فهذا السيستم كطريقة بسيطة اللي نعرفها في chapter 1 نقدر نحله using augmented matrix وبعدين Gaussian elimination فراح يطلع معك الحل K1 تساوي سالب 3 K2 تساوي 2 فمعناها B تساوي سالب 3 B1 زائد 2 B2. هلا
إذن هذا يعني إنه V هي linear combination من V1 و V2 لأن الجيت ثابت K1 لجيت ثابت K2 حيث إنه K1 V1 زائد K2 V2 تساوي V. السكند بارت بتمنى يكون تحلوه على شكل كومنت على الفيديو لما أنزله على الفيسبوك. الآن let us be the set containing W1, W2 حتى WR be an non-empty subset of a vector space V. The set of all linear combination of the vectors in S denoted by span of S or span of W1, W2 حتى WR is a subspace of V. The set of all linear combinations of this set is a subspace. أول شيء بدك تثبت الزيرو فيكتور موجود في السبان S، طبعا موجود لأنه الزيرو عبارة عن 0W1 زائد 0W2 زائد حتى زائد 0WR، ومع خصائص الفيكتور سبيس تعرفوا أن الزيرو في W1 تساوي 0 زائد 0 فيكتور زائد 0 فيكتور تكون 0، فمعناته 0 فيكتور تنتمي لسبان S. الجزء الثاني let U be تنتمي لسبان S، فإنه اليو بيكون C1W1 زائد C2W2 زائد لغاية CRWR. And V تساوي K1W1 زائد K2W2 زائد KRWR. ما في خطأ شائع، لا تكتب C زي C هون زي بعضهم، بتغير مش بالضروره يكون زي بعضهم. For some C1 CR K1 لغاية KR in R، then اجمعهم U زائد V عبارة عن C1 زائد K1 في W1 زائد C2 زائد K2 في W2 زائد حتى CR زائد KR في WR لتنتمي سبان S. جزء آخر، إذا كان عندي KNR واليو عبارة عن C1W1 حتى CRWR تنتمي سبان S، then KU هي عبارة عن KC1 في W1 زائد KC2 في W2 زائد نقطة 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 زائد KCR في WR واللي هي تنتمي سبان S. فهذا بثبت إن سبان S هي subspace of V. طبعا ملاحظة هون إن the subspace span S in the theorem above هو is the smallest subspace of V that contains of the, all the vectors in S. This means that if W is a subspace of V containing all the vector of S, then span S راح يكون subset من W. إذا the smallest أصغر subspace بيحوي S، معناها إذا في subspace ثاني بيحوي عناصر S فلازم يكون span S جزء منه. آخر نظرية موجودة أيضا بالكتاب، إذا كان عندي two sets S و S prime في non-empty subset of a vector space V، فبيكون المجموعة الأولى span S تساوي span S prime if and only if كل عنصر هون linear combination من عناصر اللي في S prime، وكل عنصر في S prime هو linear combination من عناصر في S. أوكي، فإذا هذا الشيء تحقق فمعناته span S تساوي span S prime. كتطبيق على هذا النظرية، بفهمنا النظرية وبفهمنا شو يعني linear combination، بدعوك انك تحل سؤال 20 صفحة 222، ما بدي اياكم لكن تحله الك. اوكي، والله يعطيكم العافية وإلى اللقاء مع فيديو جديد.